طب يلا بدك تسمعها؟ ايه سمع ايه سمع يلا. لحظة 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 شو بك؟ شو بك؟ شو بك؟ عيب. شو عيب؟ عيب عليك انت؟ ليه عيب علي؟ شو عيب؟ عم تطلع فيا؟ ما بيق. لحظة في شيء قلة احترام هيدي تعتبر معلش يعني؟ انه قلة احترام يعني معلش عيب والله عيب. ما انا يا خيي شو بكم عم تطلعوا فيا؟ لا انت هو مين بده يكون يعني؟ ليش مش ليش مش انت؟ انا معقول كون انا متعرف علي جديد بعمل هيك اشياء بتعرف علي اخذ وجه؟ لا ما اخذ وجه ولا شيء من عندكم انا بعرف على الشباب ما مية مرة بنكون قاعدين سوا بتعملوا بس مش قدام العالم عيب هيدي قلة احترام. شو بتحكي بقى؟ عشان زدت علينا بدك تعملها كمان يا شباب كمان بدنا نكون عملها نحيم خلص روق يا شباب خلص روق بليز جد ما له قلة احترام اذا انتم كمان حدا انا معقول اعمل هيك اذا انت عملتها خي يا خي شو انا ما اطلع فيي هيك هلا يا شباب صباح خلص انت بالعاده كنت بتعمل او زدت على غيرك بتصير بتصير هيدي الامور خلص الصوت معروف من وين طب يا خلص نعيم طيب لحظه صغيره ملكي انت وليه انا عاملها اعوذ بالله كمان شو يا شباب خلص قطعت ليه عم تعملوا لنا قصه بس بدي انا زدت بقول انا ما في قله احترام اليوم بحقي انا انا بدي ما راح اقبل على القصه ما راح اقبل انا بدي اقول شيء انا قولي صراحه ايه شو انا عملتها نعم انت انا عملتها ايه نعم. طب انه عندي شويه غازات كان وقلت انه انحشرت قلت بيزمط بلا ما يطلع له صوت بيزمط وبلا ما يطلع له صوت ما سمعتيها الصوت اللي فرقع كان له صوت له صوت ما سمعتيه انفجار بس بلا ريحه وما بتشمي كمان انه قطعنا الصوت بس ما في فراشه على اساس فراشه وطايره شو اكله يا جماعه طلعت موفق حلاوي لقطة كبيرة يا خيي والله قومي يا عمي قومي شو مطعميها ولو خيي لا لا